تفننت أنامل حرائر ميلا في إبراز الموروث الثقافي التقليدي في مسابقة للطبخ، أزيد من 20 مشاركة جعلت المكان مطعماً بأطواق جيدة. الهدف تاعي كذلك أني نبين الأطباق تاع ميلا، هذه أولاً نبين العراقة تاعنا، نبين باللي أي مرأة راهي ما كتب هادو تقريباً بلا دبلومات، ما عندهم شهادات، شوفي الإبداع اللي داروا ما شاء الله، على بالك باللي أبهروني. كانت مشاركة مليحة ونتمنوا الفوز، شاركنا بشي اللي قدروا عليه، هي أول مرة درت المحور ودرت طبيخ قسنطيني، لي كاطو درت مخبز وطمينة اللوز. لكم اليوم تراديسيونال، سما طبق هذا يفتخر به أصحاب ميلا في العرس تاعهم. الأطباق المقدمة من طرف المشاركات نالت إعجاب لجنة التحكيم. والله غير أبهارونا، احنا نعرفوا ولاية تاع ميلا يعني تنتاز بالبنة صح؟ يعني احنا كي خيرناها على بالنا وعندنا معلومات سبقية باللي ميلا ماكلتهم مليحة في الباتيسري في الحلويات، قلنا احنا هذاك الحاجز الصمت نكسروه ونجيو ولازم احنا نكتشفوا الخبايا وإبداعات المرأة الميلية. الأطباق تقليدية لكن هناك الخاصة بالمرضى التي تحضر بطريقة صحية. ايه انا ندير المرضى السلياك الماكولات وحلويات، نخدم كلش في الدار، ندير كلش ماكولات تاعهم حلوياتهم الخبز كسرة مطلوع يصلح كلش الحمد لله. دروك كاين الفارينة كاين الدقيق تاعهم، نجيب ما من الذرة نخدموها في الدار نقصها في الدار ونرحيوها، بهنا ربي اللي راه مضمونة. عندنا تراث غني 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 بزاف بزاف، حنا خير من الدول هذو اللي جيراننا كل، بس حنا ما بناش هما بانوا، واش بينهم هما؟ خير منا فاهم، ما في خير منا حتى في حاجة، حنا يا بنتي هذا هو الشيء اللي خصنا، هذا هو الشيء ما يعني نتمنى لو كان وزارة السياحة تتوله بهذا الجانب. وحنا رانا الحمد لله رانا وصلنا للعالمية، ورانا ما زلنا نبغيو نمدوا لبناتنا هذو، وماناش باغيين نروحوا نديو كل شيء معنا. المسابقة في طبيعها الودي كانت فرصة لإبراز الأطباق التقليدية المحلية والحفاظ على التراث المحلي في فن الطبخ والتعريف به.